عن ابي حميد من المرونة. عن ابي حميد الساعدي ابي حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نومك قال ان خير الدور الانصار انصار حافظيال شوكان خير بدن. فذكر الراوي راوي ما يشاغي الحديث حديث كشاغي وقد تقدم الحديث حديث كان هرمري. ثم قال الراوي راوي ما يقولين قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة ما يقولين للنبي نبو من غري صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إله رسولك يسيو خير والفضل أي فضل والفضل دور الأنصار أنصار حافظ يالشو يالفضل فجعلنا أنون والنويلي آخرا قدالنا نمرسيو. فقال النبي نومك قولي أوليس الشأن شأنك مهانة بحسبكم كافيكم مهانة أن تكونوا إنهاتاً من الخيار هان دورك إنهاتاً كافيكم مهانة ورطة مقاقي ملحق قاد نهات دورك مل سينك درني تاسا سينك فلنغ. أوليس الشأن شأنك مهانة بحسبكم كافيكم مهانة أن تكونوا إنهاتاً من الخيار دورك إنكم إنك تنوى. عن سيد بن حذير رضي الله تعالى عنه أن رجلا رجل كاسو من الأنصار غير مدين كم إذا قال رجل مير يا رسول الله يو ألا تستعمل أنت عادم عامل مكد كاسو نيا نعمل ميد كاسو كما استمتعت صدا عامل أنك دك داي فلانا هبلو عامل كويلي شقال كويلي نين شقمي سياسو. قال النبي نو ميك قولي ستلقون ميل كل مدون تن أنصار يتين بعديان بعد غي أثرتان لغون نغشي لكل ما سان فاسبرو ريس ورا مركز حتى تلقوا الى لكل ما سان نيان او لكل ما سان على الحوض درك كرشي او لكل ما سان. وفي روايه عن انس او درك او لكل ما سان معنا انت ميل صبر علي وال او دتك دون عام هاي او دتك دون لا هاي غو فولي لخاص نغدا رغ دون تدلما د حيال اي كوي دونان حقوق دي سين لا هيتن سين سيان انا دو حقوق دي وابسن سي بمركز دي صبراو حتى تلقوني إلى أول كل ما سان على الحوض درك قرشي ميلا بلن كانوا قيام مركل دي درك مكس كل ما نعو. وفي رواية مروية عن أنس وموعدكم بلن كين الحوض درك واي درك أساك كل ما نعو ميلا كل ما نعو تيرك أصبراو ولي دي بس نديروا. عن أبي هريرة فضيلة ميك جرن ينصارك جرن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا رجل يتاه رجل النبي نبغا سيدي صلى الله عليه وسلم رجل كو كالما نبغا كسيد ان كالما فبعث النبي دنو قدري الى نسائه نساء النبي نبو الزوج يالشين دري اذا هو اندري اذا قدن ولا لا كواي فقلنا بلا انت ميرين ما معنا ان ما كان مهان الا الماء بيما بيما والكلم هاي نو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيميكو قولي من اي يضم هو من كدم او من يليف من كيبا يليف امرتقاذي هذا كان اي مرتقاذي. فقال الرجل رجلكم من الانصار غير مدينه مري انا اني مرتقى ذي فانطلق الرجل لتبي به بالرجل لتبي الى امراتي امراتي الرجل رجل كي حاسي بلا ميت سنه تبي ميل مري ابو ضلحه اني رجل كسجه غير انصار هاي انا سدير شيء ادل جاي هاي انا سادي سواي ام سليم. فقال الرجل رجل كي مري اكرمي زوجي صلى الله عليه وسلم اكرمي يا فلانه توهي بري كرامي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء مرتي ديس كرامو يلانك رسول مركي مرتن هاي رسول كان مرتي هاي كرامو يو. فقالت ميرتي ما عندنا أقدان مهانة إلا قوتو سبياني أولادي قوت سما والكل أقدان ميالو. فقال النبي نوميكو قولي هي دياري ضعامك إلا شمك دياري وأصبحي هري سراجك فانوستان الشت وأصبحي شت سراجك فانوستان الشت واي فانوستان هري شت ونومي هندريسي سبيانك أولاد يرير هندريسي إذا أرادوا هدي دونان عشاء عشاء دونان فها يعني هندريسي واي ونومي سبيانك أولاد هندريسي إذا أرادوا هدي دونان عشاء 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 دونان فهيأت هي بلا ميت ديار ذي دعمها دعم شيء ديار ذي وأصبح ظهري ذي سراجا فانوستاذ يشد ذي هو هري ذي ونومت هندري ذي سبيانها أولاد يرير هندريسي ذي. ثم قالت ميرتيكا ثم قامت هي بلا ميت قمت كانها يو تصلح صوبيا اسلمي ذا سراجها فانوستيا صوبيا اسلمي ذا كتي فانوستيا والصوبيا اسلمي ذا فاد فاد دمي ذي
هو المصباح فانوس يدميدي هو السراج فانوس يدميدي فجعل لما ذكر إبلاميتي زوج كي ماي بقول قال إنه أريد يا دهاتي هذا كذا لانك مرتي ده الدنيا كفر ده لما ذي الدنيا كفر ده مقدو قبل كنا فانوس تول دمي فجعل لما ذي ماي بقول قال إنه يورياني إني تسيايان هي الله يفا كانوا مرتي ده تسيايان أنهما لما ذي أبيا كلاني إني أمايان تسيايان فباتا بري قلن داوي ييني حال جاعي ييني وا فباتا بري قلن داوي ييني حال ينكو دوب داي اي جاعي ييني حال جاجو يسنين بري قلن لنكيا والا اغي آمي والا آما اسكدكاين هولو دا ما قلن تنسا سارايان اسكيا والا شيء دا ما اسدي وا والي ريبا اين اولادون قتر قلي ليبو يون قاجي لجيف دين وا عجيب وا والي اولادو يودون باها ينغا لنكن كخصصين فضيلة الانصار يحبون من هاجرتيو فلما أصبح هو رجلك أنصاري جاي مركي أون يوا بري سيديا غدار رجلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شين كله فقال النبي نبوغ بن سيد مير الله كله هو إلهي قصلي الليلة في الليلة وكتا إلهي قصلي نسبة الله والتعجب إلى الله جل وعلا مجازية فالمراد به ما أر الله بصنيعه ما لم يصنع هذا إلهي هذا كنقديه لاحيك الله إلهي قصلي أو عجب الله إلهي ليابي من فعالكما فالكيسين سميتين أولاً كمرتي ذي يا إلهي ليابي فأنزل الله عز وجل إلهي مهدجي ويؤثرون الدورين على أنفسهم نففيال شكر شواك الدورين والنفتيهم بهنين لنكلن دورين سيايين ولو كان بهم بالأنصار أنصار قبضيوها بهاته خصاصة قاجة درن جوع واللعفهم درن قبضيوهاته أما أنت سيلا يا ذنك دجي ويؤثرون الخسي الدورين على أنفسهم نفتوض كرشو كدورين نفتيو كرشو واليوم بهنا ينغ لنكل سيايين واهي ولو كان بهم يقب الدوضها بهاتي خصاصة تنقاج درن بقب الدوهاتي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس ويكو قولي مر أبو بكر أبو بكر والعباس رضي الله تعالى عنه ما يمرن بمجلس فدي يمرن من مجالس الأنصار أنصار فدي الشكم إذا مرن والحال هم أنصار يبكون أويين أسارو فوق فوق لين أويين أمرن فقال أبو بكر أبو بكر ما يكو قولي ما يبكيكم ما يسنغو هي ما ينغو يايتان قالوا ميرين أنصارتي ذكرنا تذكرنا ما يحسوسني مجلس النبي نبغ فدشي صلى الله عليه وسلم منا أنني فدهي رسول الله يكي جيك رسول كريم دي بعدان فدهي جريح توني ساسل أويينو فدخل أبقالي على النبي رسول كريم دي من أدرهو لكن هنو سنجي ما نجري مركز ورغم سعيد قلائي لفده ذي ولا انشيغي يقول تيه حسوسني لين أما رسولك بها يبا كوب صدعينو قالوا ميرين ذكرنا تذكرنا حسوسني مجلس النبي نبو فدشي صلى الله عليه وسلم منا معنا ان معقانني لفده ذي جريه توني ساسلو يهينو رسولك هتو فدقي مارك هينو هنجيف ذي فدخل النبي نبو فدخل أبو بكر قالي على النبي قالي فأخبر أبو بكر خبري والنبي خبري بذلك القول قول كسيا يا إنشاق أنصار حال ديو آهي تاسا إنشاق واي قال ما يكو قولي فخرج النبي قال أبو بكر ما يكو قولي قال أنس ده قال أنس عديد كان سوي ده من مسند أنس وا قال أنس ما يكو قولي فخرج النبي نبو حبه صلى الله عليه وسلم والهال قد عصب النبي نبو هدي على رأسي رأس النبي ناو ما دشي كهري حاشية بردين غربسار غوشي كهري غربسار كو فريق شي غوشي مدك هيري مدك ايضا دوري اي رسول صلى الله عليه وسلم مدك حنون شي كرهبه كل كن غودا كهري ولال قد عصب امانا انكا كورني ايضا جريني وافق رجا النبي ابي ولال قد عصب النبي هري على راسي راسي النبي ناو ما دشي كهري حاشية بردين غربسار كو يعني فريق شي ديني شي كهري غربسار كو ديني شي كهري ابي مدك قال ميكو قال أنس ميكو قال فصعد النبي نبو كوري المنبر منبر كوري ولم يصعد هو نبو مكورني هو المنبر مكورنا بعد ذلك اليوم ما لنتاز بعد ذلك مكورنا غير يودي الله فعمد النبي نبو ماذي الله تعالى واثنى النبي نبو ماني عليه الله ثم قال النبي نبو ميكو قال اوصيكم سندر دارمي بالأنصار يا سندر دارمي وهري نمنك أنصار أصابتي أتين قدال ولنفير يا سندر دارمي وناك نسمي يو ما يوالي أنصار dad ki taawada gogol an fidiyay rasuulka dhawaayay daawada islaamka la fidiyo fa inna minal ansar ansar karishi agal hoosad kay waay waay bati boorsaday waay fa inal ansar ansar karishi
يعني جماعتي جماعتي اوكلوا وعيبتي بورصدي اوكل موضع السر واي موضع السر كي ميلان تتكسبتي انا شاك الله يوم موضع السر كي كريشي كريش مانا ميل راي او يعني من ديركي ولا سوكل كريش لراي وعيبتينا العيبه ميل راي ما يحرز فيها الرجل رجلك ولي كيدي سلاو نفيسة ما عند وقدس ولي هذه او نفيس كي ايدن ويناكسن يعني ما لجيد نبغ انهم ان الانصار موضع سر سر هيو وامانتي يومانا كريشي اغل هوسات كي واي من دير كي اوكل وايو اي وعيبتي موضع سر كي بورس دي واي كريشي جماعتين ولا جماعة دي واي مانا من دير كي اوكل واي جماعة دي وعيبتي موضع سر كي بورس دي اوكل وصير تيك دكس دو وقد قالوا قددن الذي عليهم كرشو هذه وقد قالوا قددن الحق حق يقددن الذي حقاسو عليهم كرشو هذه دين تيني لنگر غاره ولكن لكم فضائي سمي ان غير غار ان غلان ايسي ان مالا ان ديبن دين تي لكم بده وبقي الذي وبقي الاجر اجر يباق هذه الذي اجر او لهم يولين يون اجر شون اخر لك لين باق هذه شهد فاقبل واقبل من محسني محسن الانصار انصار كي ديو وناك سمي كو اقبل وتجاوزو قدبيا عن مسيهم مسيه الانصار انصار كي ديو ما تسمين كو قدبيا عن قدبيا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس ما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شبهي وعليه على الرسول رسول كرشين هال ملحفه قوئت ملحفه قوئت واي يا بهي رسول صلى الله عليه وسلم قو كرشي سارنيو منعطفا هال اسكدبوا لي بها بالملحفه قوغا اسكدبوا لي على منكبي منكبي النبي نبو لميس فانغا اسكدبوا لي وعلي على النبي نبو كرشي ما هات عصابه قد يهات دسماء سوداء ميدو ما دي شي ميكو دوبنا اي قد ميدو وكيرنايو اذن حنون سنيو حتى جلس النبي نبو الى فديدو على المنبر منبر كرشي فديدو فحمد النبي نبو ما دي الله تعالى واثنى النبي نبو امان علي على الله تعالى امان ثم قال النبي نبو ميكو قول اما بعد بعد المذكور ايها الناس تدو كوان هو فان الناس تدك يكثرون الناس غير الانصار وده فإن الناس دتكو أنصار هاي يكثرون بعض دايان وأكو تنعن دليل إن وتقل الأنصار وأنصار نيرا هذا سواء أنصار يرا هذا دون أن حتى يكونوا أنصار إلى هذا ين كالملح أصبب بالنسبة في الطعام راشين سلنك يرا أوكل دتكرة يوم يرا دايان راشين كأصبب ولك يرا ولا غير ملك درا كذلك دتكرة هذه أصبب أوكل أنك دايان يرا دايان حتى يكون إلىك هذا الأنصار كالملح أصبب بالنسبة في الطعام دلن فيري سلنك يرى أوكل نقدام فمن ولي لنك تولي منكم سنهال سنكم إذا مهاجرين أمرا أمرت ولي يلر نبكر فيه في الأمر حدا نبكر أو ينفع وانفاكر هو أحد انفاكر هدي تولي والمضح نمو نقدام لنك ولنك تركر لنك نبكر فليقبل يقبل من محسني محسني الأنصار فليلة الأنصار كجن أنصار كيدو وناك السمياو كو أكبر ويتجاوز قد بيوي أن مسيه مسيه الأنصاري أنصار كيدو هما تسمياو نهن قد بيوي إساءتاو إن قد بيوي ويتجاوز أن مسيه مسيه الأنصار أنصار كيدو هما تسمياو قد بيوي إساءتاو إن قد بيوي أنصار هلن نحري سويو دعوذي دين تدد كا قربة لهم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر ما يقول سمعت النبي يقولون بغال كقولوا اهتز عرش لموت سعد بن معاذ لديك اهتز ميبل جلدي اي تحرك ميبل دقدقاغي العرش عرش الرحمن الرحمن عرش جلدي فرحا بقدوم روح سعد واي سعد روح شي قالو شي سوك فرحه اله يا عرشك مين ويلي ادراك يا ويلي اذ القدير لا يعجزه شيء الله قدير والعجز قليل مجران kolku markaasa yani arshigi ruuxun oo neyo saad ee bil hagliyo boo arag islaam faraxay jiljiladiyo faliila eedan wiin waa li faliilati saadin yani sayyidu bani yani bani nimanka yani leera ansa os sayyidul awsi waa sayyidul awsi wal khazraj ayemin saas wa itazzal arshu arshur rahman jiljiladi li ajli mauti saad ibn muad saad bin muad mishis daraad yel jiljiladi waay عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس ميكو قول قال النبي نو ميكو قول صلى الله عليه وسلم لأبين أبي ميكو قول ان الله تعالى الهي امر الهي امر اني ان يمر ان اقرا اني اخلي عليك كركا القرانك لم يكن الذين كفروا كاخي
آه أمرني إن الله أمرني إلهي أمر أن أقرأ عليك كركاخي ولم يكن الذين كفروا كاخي قال أبيون أبي ميكو قولي وسماني أو سما هو اللهم قدويني أني بمغاقي دوي أبي كاخي كاخي مثل ما يساعدتك وكميدة كرشي كاخي كاريو مثل أني بمغاقي إلهي كاديو قال نبي نبغ ميكو قولي نعمها أذي إلهي كمغدوي أبي كرشي كاخي لم يكن الذين كاخي ليريو فبكى سافا فبكى أبي أبي أيوا فبكى أبي بن كعب هاي معلمك مدين أي فرحا وسرورا يل أي ميكل الأي وخوفا أبصو الله يقوم قمان بشكر تلك النعمة واي نعمة أستاس إلهي أذمعها هكذا جميلة تا نعمة إلهي كسي أملي شكر جاس نعمة أسوي شكر شيء إن قمان يسري وإنما استفسره كفر كفسره طلبي أني مغاغ إلى الله وصماني واري لأنه جوز أن يكون الله أمره ما يولي ما يبنى إلهي إني أمري أن يقرأ على رجل من أمتي غير معين فاختاره من نفسه رسولك ريد أسلي دور ذي ومدككم إذا ليك أخري لري رسولك ليد دور ذي أمالي مركز كفسر طلبي أني مغاغ إلى الله هذه مغاغ إلى الله فضيله دنوين وار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس ميكو قولي جماعة ميكو المياي القرآن حفظ ما يحفظي القرآن قرآن ما يحفظي على عهد النبي رسولك زمين شيء صلى الله عليه وسلم أربعة أفر يحفظي كلهم كل الأربعة يفرت كل شيء من الأنصار أنصارك وهذا نثابت فقيلا لي أنس ميلن قالي من أبو زيد أبو زيد قال ميري أحد عمومتي أذي ريالك يكوشو سلي ريمانا هذا ريال كي يكون شواي فضيلو كلكم أفرتن الدؤون يولي الشيخي فضيل ديوم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس ميكو قولي لما كان يوم أحد لما حصل مركي حصل يوم أحد أحد مالنتيد مركي حصل إن هز الناس الددكية إن هز من الناس أحد غزوة أحد دقال كي هاي قالوا للي دقال ماي لما كان لما حصل مركي حصل يوم أحد إن هز من الناس الددكي جبن قال المسلمين في جبين عن النبي نبغى الشيخ جبين صلى الله عليه وسلم وابو ضل حتى بين يدي النبي نبغى ارتسى محجوب مجوب كي اسك قاشمي هذه عليه على النبي بجحفة قاشم له لي ابي ضل انصغناتي اي يعني واقي والناس عن النبي يكو ابو ضل حتى ابو ضل هنا بين يدي النبي نبغى ارتسى صلى الله عليه وسلم يه مجوب كي اسك قاشمي هذه عليه على النبي يسك قاشمي بجعفة قاشم يسك قاشمي جعفة صول له اللي أبي ضلحان صغناتي وكان أبو ضلحة مي هذه رجل هذه رجل كأصور رامي أنقمونك قمو شديد القد جيدو شين الدرن يا هذه ومن كيسو قمونك جيدو ويدن جيدو بجعفة مؤهي مجوب مترس كيسك قاشمي هذه بجعفة بترس ليو القد جيدو ليو أي شديد وطر القوس كان صدى بغنش بغنكاس كي درن ايدن جيدو يا هادي وابو دلها تابو دلها رام كان هادي رجلان هادي وكان ابو دلها رجلان رام يانك مونك كمو شديد دل قد جيدو شين درن يكسلو مي جيبي ايو مي دي مالن تاس او سيني لما قانسي جيبي سين جيدو لي او ثلاثا ست قانسي جيبي او جيدو لي كمونك قانت كنو او مانا كمون شين المديان وكان الرجل رجل مي هادي رسول كدفاعي رسول الله مدى قرن انقاد يعني اه هي يتوسن تولي أن إيدي وأن لا إيدي أن سيراي وكان نفتيه رسولك دفاعيا صلى الله عليه وسلم مالك دينك دفاعيا وكان الرجل رجل ما هذا يمر والرجل إنها مرة وصابته ومعه مع الرجل الجعبة قب إن ما شيء من النبل قمونه لنا ميلها مرة قواغ أو قمونه وذل قو قواغ ما يبوا قمونك جاب شيء ميل القليو لكان وريو معنا قواغ أبو قمون بوا ميلها المرة انتنك جرد فيقول النبي نبو ميراي أذواب رهراي تأنصر فرجي ها النبلة قمونكم قواك جر فرجي اللي أبي ضلها دقال ما هي دفاعي انفرجي سيرايو فاشرف النبي نبو قور تاقي ينظر النبي نبو قال فيريو إلى القوم إلى الكفار قال فيريو رهراي فيقول أبو ضلها تابو ضلها ميلي يا نبي الله إلهي نبي شيو أفديك أن كيفر ذي بأبي أنت وأمي آذي أوكي كيفر ذي لا تشرف قورتا انتك دو كورنينغا دو يصيب واسيب وكادريت كاسيب سامون غمون كاسيب سامغا سو من سيهام القومي قومك غمون يالشو كاسيب قومك يعني غمون يالشو كاسيب نه ها كورنينغا دو يلي
نهري أنا دونك يدون النهري كدونك سكدي سهادي أي لا تشرف أي يعني واقع كورين ينتهي دوي ويصيب أصيب وريت كذا سامون كاسيم سامون كاسو من سهام القومي قال هذا سهام تود كميدة نهري أنا دونك يدون النهري كوا دونك سكدي سهادي وري جمون عن لي دي أنا كرم هذا كان ينقادوي أني قاشن كينغ عن لي كيتوسناو سليمان رسول الدفاع صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتم أرجع يا عائشة أنا سهل يا عائشة أرجيكو بنت أبي بكر نبي بكر جبرتي سوى وأم سليم هذه سوى أنس هذه أم سليم أنا أرجي وإنهما لم داسنا حال لم شمرتان لم هنجرن إين أو كرشوك هذا نور هورا هيون هنجرن إين وايد قال لك جر أرى أن ما يبارك أي خدم سوقهما هذا يونيو عائشة هوك شو هوك سوي خلخال شيء يا رجيو هو أنت أميل قريائي والأرض دقة أو كتينة يقال داين خدمك خلخال واي بوف 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 نوال رين ما أنا جيجنتي أو لغان كجرتي يا رجيو مركي كرك كرنج عادن تنفزاني تحملاني هم باريان لمديو القرابة أشوميالك هم باريان أو بيك جر على متوني ما على ظهوري ما لمداس لبريال شوك هم باريان تفرغان شبايان الماء بيوا في أفواه القوم يا صاحب تدق على مو أفشوك شبايان ثم ترجعاني نقضاين فتمليان هبو ييان ها القربة هبو ييان ثم تجيئاني كوين فتفرغان شبايان ها القربة في أفواه القوم كشبايان وإنهما وارقي لمشمرتان لمهنجرن أي نرى أن مي بارقي خدم سوقهما آذي يون يو عيش هو قودي هو وانقصدو سدن قصدين في رياء مي لكن أرقي هو قودي هو قاس خلخال شيء يرجي تن بزاني تحملاني لما دي هم بارين القرابة وذان يال بيه هم بارين على متوني ما على ظهوري ما دبر كودي كم بارين تفرغاني شباين هي الماء بيه وفيه فايل قوم يا سابتا فيوك شباين ورا بيان دتك دي قال مو دتك داو آگه دتك اوني وسكراتك دي قال وينغا ميلك دي ثم ترجعاني نقضايا فتملاني هبو يين ها القرابة وذان يال كي بيه بو يين ثم تجياني كوين فتفرغاني شباين ها القرابة فيها فايل قوم يا سابت أفيال شوك شباين يون خدمة سوى دينو بلانت جهات كيب قواد دائم ولقد وقع السيف سيفة دي ديري أنس من يدي قلنت من يدي أبي ضلحة إذا ركي أبي ضلحة لميز قنيا يا سيفتو كدياسي مرتين يا كدي دي أو ثلاثة دومي مانا دي قال كنس حسان كجر قدر روية سيفتو كدياسة قاد دي آهي أمنا تن نعاسا تن إلهي أريوا قرآن كشيكو ياي إلهي أمن إيو نيودون يكريديو دقال ما هيا يهدن سيد دومين سكهفتك ليا ساقا هذا هدن عن سعد بن فضيلة تميلك جرن فضيلة الأنصار أبو ضلحية عائشة سيئو ومسلم فضيلة دي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد ميكو قولي ما سمعت النبي نبغ مدين صلى الله عليه وسلم يقول نبغ هالكو قولوا لي حد نغرو هاد كاسو يمشي سوداو على الأرض يرد كرشة سوداو إنه إن الله حد هادك من أهل الجنة جن اهل شيو كو غولو مدغن الا لي عبد الله بن سلام ما هين سعد ادم مدغن ليا ارتيني دي تي سكور مي مال لانكلا رسول كو ساسنغر جرت انه من اهل الجنه الا لي عبد الله بن سلام وفي روايه نزلت مي هدك دي وشهيد مي مرخاتك اي شاهد كو مرخاتك او شاهد كاسو مي بني اسرائيل خير بنو اسرائيل كو ميد الايه تتميم الايه تايد المصر عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال عبد الله مي كو غولاي ايتو مي رغي رؤيا هل مي يارغي على عهد النبي نبغ زمين شهيد المرقي صلى الله عليه وسلم فقصصت قصيها الرؤيا وعلي على النبي قصي قيت مرقي كأني أنا في رولة بير هذه كسكون ذكر ما يشاء ذكر هو سعد ما يسوق عبد الله قيت مرقي كأني أنا في رولة بير كسكون ذكر هو عبد الله بن سلام ما يشاء جاي من سيعتها سيعت الرولة بير تي هذا بلير نان تي هو خلرتها خلرت الرولة بير تي هذا أعارش دوكش وصدها وصلها وصل الرولة بيرت التي ما هذا عمود تير من حديد بير أسفله أسفل العمود تير كهوز جراشي في الأرض هذه وأعلى وأعلى العمود تير كور جراشينا في السماء هذه في أعلى وأعلى العمود تير كور جراشي ما يبهاتي عروة حبل هذا جهاتي فقيل له لي عبد الله ما يلنغر إرقه كور يلنغري قلت أن ما يقول لا أستطيع أن ينكر ما وضواي فاتاني ما ينكوي من صف خادم لن خادم ينكوي فرفعه من صفك كرويلي ثيابي درك كران غادي من خلفي كذلك اكو كرويلي فركبت كوري لاهي لانت يا كوري لاهي تيرك يا كوري حتى كنت الى ان هذا في اعلى اعلى العمود تيرك كرجلاشن هذا فاخذت قبصدي بالعروه مريك دي قبصدي فقيل لي ميلين علي
ayani waka istan six failan gobsay fastay gadu tu habraarigi walhal inha inal urwata mareeg dina la fi yadi galantay ka sugunta faqasastu kisayha yani arruya hilmidi ala nabiyye nabakorsheen gisay ay nabakorsheen hilmidi in sheegi way faqala nabiyyu nawma in fasiray tirka ta sarawlatu beerte rawlatu islam islam ka beertis way وذلك كسلامود تيركن عمود الإسلام إنسان كتير شيء واي وتلك تاس العروة تمرق دنا الوثقة لك كل سجنين أي الوثنات أي يعني واقع إحساس واي وتلك تاس العروة تمرق دنا الوثقة تلك كل سجن أي واي أي عروة أسوق على إحساس واي وتلك تاس العروة تمرق دنا عروة أسوق الوثقة لك كل سجنين أي مرق دلك كل سجن أي واي عروة الوثقة واي وتلك تاس العروة مريق واي واي المثل واي وتلك تاس العروة مريق واي عروة داس والوث قالك كالسوغنيا انقوهان فأنت هذا ساس درادية على الإسلام إسلام كهي سداسي خاتم دا فيل هذا إسلام كورشي هذا ساتا تموت أنت إلاد كو غيريو داس سليريو فرجن هذا ساسو لن لجيدو هيد كلكم منها للجنة هذا ساسو لن لجيدو أهود ميرا ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي على إنه من أهل الجنة إلا عبد الله ما عبد الله يقولكم تاسما نهود باشين وشهيد شهيد من بني إسرائيل عبد الله اللي جدوا تنو سوبا مرخاتك يا أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة ميكو قولي ما غيرت أن مسيرنا على أحد أحد كرشي أحد كاسو من نساء النبي نبغ زوجي ألشيكم إذا من مسيرنا ما غيرت أن مسيري على خديجة خديجة كرشي مسيري وما رأيت أن ما نعرف نها خديجة ما كلهم نواي خديجة مركي لما تي بعد شلا يا عيسى لجورس ليك ده نكاح له ورث لنكاح سدي ورث من كذا لي بهاي ساسة ما أنا خدي بلانت رسول خديجة مسيرة إلته ولكن مسير كن ما يشيء أنا إلته ولكن سكان النبي نبوغ هذه صلى الله عليه وسلم يكثر النبي نبوغ إني بديا وهذه ذكر هذه ذكر خديجة خديجة هو سوا بديا يوم هاي من أحب شيئا أكثر أكثر من ذكره يا لرمانا شيء لانك جيلد هو سو شيء بديه ما قال شيء كعادة لانك ولا هو بجيلد كل كني أي خديجة جيلي يدر ما يتوسيد أي هو سو بدن أنت سو إرثي مانا مركز خديجة سهايتي خديجة سهايت لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مركزك ما سيري لا تمانا من هديرني وانا كم سيري ورب ما ماي بلار جد ذبح النبي نبغ إني غوري أشات ريغوري ثم يقطع النبي نبغ غوي ها أشات ريده لبش الله أن هبون هبون أن غوي ثم يبعث النبي نبغ دروها الأعلى أهبنا غيري درو في صدائق خديجة خديجة وداي ألشين درو صاحب ألش صديقة صدائق لك جميع صديقة بلامي وداي صدائق لك جميع وداي ألش بلانتي وداي ألش هاين أبا يبا يسلا هذه جرعان دراي يومانا فرب ما ماي بالله قلت إني أنا رأو له للنبي غير وابك أنه شأنية لم يكن لم يوجد لنهل نواب لميت في الدنيا لن كان امرأة لن كان إلا خديجة تما هذا خديجة لا يمين قرتو الدنيا لو ما خديجة لا يرهق دي إلا أن ساسره دي رسيو فيقول النبي نبو ما يرأي صلى الله عليه وسلم إنها خديجة يا خديجة والنهل ما مكرميو إنها خديجة كانت هاتي كذا وهاتي وكانت هاتي كذا وهاتي وكان لي أن ما ينسون هذين منها من خديجة ولد أولاد أولاد ينسون هذين إلا ولثلينكم إيه إلا لي أن دلي ولذا ينسون هذا السير هاي رسول كما نايو صلى الله عليه وسلم فضيل ميك جرنا فضيلة خديجة وا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبي هريرة ميك قال تا جبريل أي جبريل سيدي النبي أن سيدي فقال جبريل ميرا يا رسول الله إلهي رسول كيسي وهذه تن خديجة خديجة واي خديجة درر تلري قد أتت إليك هذه كينشان هاي تيم معها يا مع خديجة مع شمي هذه معها واي مين إنا أنوالي هذه فيه في الإناء إنما يكسون هذه إدام كسار أو ضعام كسون هذه أو شراب كسون هذه فإذا أتت هي خديجة كويتو هي خديجة أتت خديجة كذا كين كويتو فقرا أخري عليها على خديجة خديجة كرشي السلام السلام كأخري أنت كويتي سلام تس سلام كاسو أساد درتها فلي من ربي ربي خديجة خديجة ربي شاكو فليو فليل إذن وين وإلهي يا سلام آيو لا يا كسلام آيو دين درسيو سلام تا سو من ربي ها کو هاتي و من ني ان جبريل ها گي کو هاتي الهي نه شي ان سلام ان ان سلام و بشر فليله خديجه جر و بشر ان بشاره ها خديجه بي بيت ان بشاره بيت کا سو في الجنه جن ده دي گلن کد سي ان بشاره جن گل دونته بيت کا سو من قص بن جوهر من قص بن جوهر شي کو هادي
من قصب جوهر هشك وهذه لا سغب بوقي قيلنا فيه في البيت هان ولا نصب نوقي رفعنا فيه في البيت هان من لنك نوغان لنك رفعنا غر اجنا داثي جوهر لنك صوبيا بل انت غر هنون جيرين مش عريتا يا ذلري فضيلة خديجة ليوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خديجة قالت عائشة ميكو قولي استأذنت هالة بنت خويلد هالة بنت خويلد يا إذن طلبتي أخت خديجة خديجة ولا لي وعلى رسول الله إلهي رسول شكر شكر إذن طلبتي صلى الله عليه وسلم فعرف النبي نبك كسي استئذان خديجة خديجة إذن طلب شكر سيريتي وهذا لي هذا لكي خديجة توي فارتاح النبي نبغى فرحي ففرح النبي فارتاح النبي ففزع ففزع النبي نبغى ارغغهي لذلك الصوت صوت كسان ارغغهي انهلوي واي فقال النبي نومي كقولي اللهم يا الله وليو هالت هذه تنهالت كلي هالواي خديجة وبدمتي لنكن صوت يصدن كنقوال علي اللي كلي هالواي ساري قال داعيش ميك قولي قال داعيشة عيش ميلت فغرت مسيري فقلت ما يقول لي هذا ما تذكر ما ينصاص محمد رسول الله ما ينصت من عجوز وايل او من عجائز قريش قريش وايل يال شكم اذا تاسو حمراء الشد غين لم دي دبن نغد غدود نغدن حلكت ما تدلاك سنت في الدهر الاول سنه هره دمت ميسد غير با الهي كسي والحال قد ابدلك الله خيرا منها لتمانا توكو خير بدن الهي كي بدلي تاس ما غاش عجوز داس نايت مسير امير الدير سيو فقلت أن ميكو قولي ما تذكر هذا ما ينغساس من عجوز عجوز لي ما ينغستو عجوز داس من عجائز قريش قريش عجوز يال شكم إذا خديجة جيد مانا عجوز داس سيادوك نغتيها حمراء الشد قيني لما دي دبان قدود نغدن لما دي دبان ميبوا باق وفتوب قدود هاي هو بسو سي رفاضو ساسو كانان تتس بدو مدو نغداسو قدود نغداسو ما يلقي أبا يلقاه يهوساني ديانو ولا هوسنيسك ديانو حتى جدود نقد تاسمين يشك دلت مانه يلقاه كهابتي هلكت ماتت خديجة الكون كهابنا دي كرت لكن مسيرين لجديات هلكت ماتت يعني واقعي دمتي في الدار الأول سنة هر دمتي ما ينصاص تاسم عايش يشك دو والبقالن دقال قدامك جرتوا هذا قد أبدلك الله إلهي وابكين بدلي خيرا تو خير بدم منها من العجوز كو خير بدم بإلهي كين بدلي أنا واه سلت مانه أنا يقبره بكيل فوقي ميك فداس تاس أنا عائشة رضي الله تنسي هانسي أوكل ميل راي يعني ما يبوا ها هي مسير راي مثلا مسير كن ميل راي نوع من الجنون يو والجنون فنون ما هي جنكب فن فني لي نوع لي ما نه لانكو جنشي لدك داس كجر كل كن يعني نوع من الجنون على راي مسير كان سي ملان هاي سلمانا الرسول كشمغلة راي كوكو صلاة لي ما هي نه ما يستدعي أرتي ما يقولي هدمار غاين أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أي فضيلة خديجة لي فضائن أي فرتاع رسولكم فرع سين جيلي مرغايتو نفتي إمال شدون أن يبويت رسول صلى الله عليه وسلم أنا عائشة رضي الله أمن حلس أي أو رسولك نباتب بدن هاي ستون غير غارج جرتي قال لك رأي بجرتي والفضيلة دي لكو بكور مي خديج أنا عائشة رضي الله تعالى عنه مي مالن أمي كل مينا عائشي ونيو فادمي كل مين رضي الله تعالى عنها بركاسة ميرتي ها يعني هذا يعني مثلا هذا خديجة أبغاه ما كورسنيها أنا كفاد بدن سواء كفاد بدن تو ما يقولي أنا بكار الرسول كل شيء مكورسنا هذا غرابة هايتي أنا بكاري هايتي عايشة بتي كل كم أنا كفاد بدن هو لري فادم بتي الرسول كان دعوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا إيش هايرتيه بان نقولي ميراس ها بكار يعني واقع الرسول ك إيه بكار تيدا تفاد بدن هذا لري ما أنا رسولك صلى الله عليه وسلم قبل قرص لو أين كوري خديجة من كوريني بكاري هاي رسولك صلى الله عليه وسلم بكاري ذي ساي جب سدي خديجة جب ستما ميقول نفتيس بكار ودا يعني ساس اوك لكولكم مثلا به خدي عائشن بكاري ذي ايد تن رسولك بكاري ذي ساي فال بدن ديلري سيالك كروي ريد مانا وانا عائشة رضي الله تعالى انا قالت عائشة ميكو قولي جاءت هند بنت عتبة جاءت ميكويتي هند بنت عتبة يكويتي فقالت ميكو قولي هند يا رسول الله إلهي رسول كيسيو
بالا داعش تا جاد می کویتی هند بنتو عدبت یا کویتی فقالت هند می کوگلی یا رسول الله ایلای رسول کیسی او ما کانا مهانه علا دار الارلی ارد کرش مهانه من اهلی خیبا انتین ده هلش مهانه حبولی جلن بدنی لیا ننتکل این جلن بدنی ایا دلو اینی دلاوان من اهلی خیبا ایکا تین ده هلش دلاوان لینکو جلن بدنی مهانه ارتیمانه مرکیات سلیت مرکیه گالی هایتی هند بنتو دار تا گالا هایتی امانه ابو سفیان زوجی دی ساد لایت معاویت نبی سفیان آدیسو يا أو قالي هاي تهت ده إسلام تي يا أو هندوش الدوارجين الرسول كن كويت فتومكا مركزا ميرتي نباتا ده سه مرتيسي أنا كين كهذا جريسي أو لنقيا سكرنو لكن هذا سكين جيل ولا ميدا مجرس على تمانا جاد هندو بنت عبد بتي كويت فقال هيد بمك قال يا رسول الله يو ما كان مهان على ظهر الأرض على الأرض ظهر زايد لوا أراد كرش مهان من أهل خيبة إن تندهل هلش مهان أحب لي جلن بدني إلي أن تكال إن جلن بدني أيا ذلو إني ذلاوان من أهل خبائي كتين رضا أهل شيء ذلاوان لإن جلن بدني مهانوها فما ما أصبح اليوم ما لنتن مهانا على ظهر الأرض أرد كرشان مهانا من أهل خبائي انتين رضا أهل شيء أحب لي جلن بدني إلي أن تكال أي عزو إني عزاوان من أهل خبائي كتين رضا أهل شيء لإن جلن بدني مهانو أدون كل روغ تين رضا أهل شيء ادتی دا اینی ازون شایع جلو که کو خوران گالم دا سامریو گال نبی میری و ایلان ولی تزیدین او ولی ملک دیر نه رجال حتی لازم که گله اینا دی جلو داد دانت ولکام ما و میو و ایلان ولی تزیدین ازیا سداسو و الله الذي نفسي بيدي كسوناتي اكدار داي زيا سد دانت بليو و الله اكدار داي الذي الله سو نفسي بيدي كسوناتي اكدار داي وباقي الحديث قد تقدم الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي نبغى لكلمي زيد بن عمرو بن نوفيل لكلمي زيد بن عمر بن نوفيل باسفل بلخ مكانك بلخ راو شيبتي لكلمي اسفل هوس لي شيبتي قبل ان ينزل دغو على النبي نبغى كرشي صلى الله عليه وسلم الوحي وحيك دغو هرتيد رسول كنت وحيك دغني هايتي فقدمت آية إلى النبي نبغى أن تكلم الأنجيلية صلى الله عليه وسلم يعني سفرة طعام رايشين الرسول كل الأنجيلية واي زيد بن عمر بن نوفل سعيد بن زيد لأن كل راي أو شيء سعد وسعيد سعيد بن زيد بن عمر بن نوفل آية عمر بن الخطاب هذا الشيء آية يعني ملك الكلام يو لأن كلكم ما هي دين رادي أيو ساسوا هاي لأن كأو زيد بن عمر اللي فأبا ديدي لنكن لراو زيد أيا كلا إني آمو منا من الصفرة دعام كي قوام ثم قال زيد زيد ميكو قول إني أنا لست مهان آكل إني أنا آمو مهان مما قوام مهان تذبحون إسن غور إسن على أصنامكم أصنام تين انغور دين على أنصابكم تالي ألكين أصنام تين انغور دين ما آمو ريمانا سلام والله انغور دين مانا لنغو دين رادي آيوان والأسرحان وقتها في الجاهلية روغي سد دين إبراهيم واليرب باعه لا يهوى إسلاما والكلام دينه سادة إسلام الله لكن ولا سلام تكلم قد ديداي مركز لان خير هذه وهاي كلكم ولان يسنج أسلام تون غوري أسنج ما أماري الرسول كسلام قال من غوري أنا لكن تذكر كلام غوري أستان لجيد إلا ما الرسول كوري نبى ملكه أنا ويقول هو زيد مي راي أشاة تريد خلاك ما يبوريها أشاة الله إله يبوري وأنزل الله لها لشاة إله من السماء الماء بيو رمضان عن قديجي وأنبت الله إله إله لشاة تريد دلي من الأرض الأرض يهندلي ثم تذبحون غوريا سنها اشات على غير اسم الله الى ما شيء غير شيء غوريا سنا سيراي لما ما يسنغره انكارا لاجل انكار لذلك القول قول كسنكرو ويعذاما وينه له لاسم الله لا ما شيء سوى ناس سيراي او ساس ما نال او جاهلي ديد او غالد ولا شيء ديدن هاي قال يعني واك مثلا بدي اسلام كدير فدي اسلام فدي وعنه عن عبد الله ما يقوا دين تبوي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي قال النبي نو ما يقول على هو ياي من قف كان هذا حليفا كي دار هذا هذه فلا يحلف اي دارنا الا بالله اله اليك دار ضي فكانت قريش قريش ما بهات تحلف هران تي دار ذا سي قريش بي ابي يا باي قريش قريش او تدي كي دار ذي جرن فقال النبي نو ما كقول لا تحلفون دار تن بي ابيكم او تدي كي دار تن الى ما جاء ليك دار ذو اسم من اسماء الله وصفات من صفات الله ليك دار ذو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابي هريره ما قال النبي نو ما كقول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة كلمة رنشة وبدن قال كقولي ها كلمة شاعر كقولي كلمة لبيد لبيد لنكي لرأي كلمة ديسو
مايك قولي على كل شيء ما خلى الله بادل وكل نعيم لا محالة زائل من الكدراي هذا بيتك شدرك هرلين شدر بيت لي فضاهي على هو ياي كل شيء شيء كستو ما ولا خلا هو ما قدبي الله إلهي بقدبي شيء كستو بادل واي والإلهي باكو هري انتكال بادل وإلهي ليبا ويبقى وجه ربك هو أصدقوا كلمة ساسك نغتي مانا إلهي يعني شيخ لنك سوسو جاهلي هاي شاعرة يا كلمة فيلك هذري على كل شيء إن شاء الله هو ياي كل شيء شيكس ما ولاقي خلا هو ما قال الله إلهي قد ببادلون واي وكل نعيم نعمك استوصل قبضاي لا محالة شكل أن زائل تيذا متوصل لكن هديس كلا أول ما وكل نعيم من نعيم الدنيا لا محالة زائل أنا غداس وكان أميتهم نبي سلطم أي هذا ما يسقي وكاد أميتهم نبي شاعر بهذاي وجاهلية قالاي لكن هذا الفيل كذا لا يسون التوحيد وكان أمية النبي سلط ما يبه هذا ميسي كاد دوا أي يسلم إن إسلامه في آه كلامه إن إسلامه سجيو كاد دوا أمية الله أعلم.